لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل السياسي السوري ياسر النجار. أستاذ ياسر مرحبا بك. يعني على الرغم من القصف المستمر والضحايا الذين يسقطون يعني، إلا أن المعارضة تكبد النظام خسائر في الغوطة، ما هدف النظام من اقتحام الغوطة؟ مساء الخير. طبعا كما تعلمون القرار 2401 استغرق 3 أيام كمسرحية هزلية من أجل أن يكون هناك قرار، ولكن على أرض الواقع سواء كان هذا القرار لديه فيتو من روسيا أو عدم وجود الفيتو، الأمر سيان. ترى أن الطائرات الروسية ما تزال تقصف المدنيين في الغوطة، تدمير البنى التحتية، استهداف الأطفال، استهداف النساء، كل هذا الأمر يعني لي هدف واحد فقط، أن روسيا أخذت خيار الحسم العسكري. لماذا الغوطة بالذات كما تفضل؟ حقيقة إيران وهي تعتبر أن دمشق ومحيط مدينة دمشق هي منطقة نفوذ لها، هي تسعى جاهدة إلى أن يكون هناك ضاحية جديدة لها على محيط دمشق، شأنها شأن الضاحية في لبنان. إذن إيران تريد تغيير ديموغرافي، روسيا تسعى إلى أن ترضي الشريكة إيران في هذا الأمر، وخصوصا ترى روسيا الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل من جديد في الملف السوري على مستوى حماية مصالحها بشكل مباشر، وبالتالي روسيا تحتاج إلى إيران وروسيا تحتاج إلى تركيا، وبالتالي سنجد أن روسيا ستلبي مطالب إيران في عملية التغيير الديموغرافي على محيط مدينة دمشق. إلى أي مدى تعتقد أن النظام يمكن أن ينجح في ذلك في ظل أنباء عن استخدام النظام لغاز الكلور؟ طبعا كما تعلمون منطقة الغوطة الشرقية هي أكثر المناطق التي استخدم فيها النظام الأسلحة المحرمة دوليا، أنا أعني على وجه التحديد أيضا عدة مرات استخدم فيها السلاح الكيماوي. ما نلاحظه حقيقة أن النظام لا يجد أي عقوبات تمارس عليه لاستخدام السلاح الكيماوي، وهذه المسرحية الجديدة التي تقول أن ممكن أن تطبق عليه بعض العقوبات أو تنشيط لعملية التحقيق من جديد، نحن نتكلم عن جرائم مضى عليها سنوات. لو أن هناك إرادة حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية أو من المجتمع الدولي بمحاسبة النظام لكان هذا الحساب منذ سنوات، على طيب. أكثر تحديد على 2015. أستاذ ياسر، يعني على الصعيد السياسي واشنطن تطرح مسودة قرار بشأن لجنة التحقيق حول الهجمات الكيماوية في سوريا، إلى أي مدى ذلك يعني من وجهة نظرك ربما يمثل تحركا أمريكيا فعليا للضغط على النظام السوري؟ يعني كما تعلمون أن روسيا كانت في الفترة الماضية هي من يستلم الملف السياسي في سوريا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سلمت الملف لروسيا بشكل كامل. الآن ما نلاحظه على أرض الواقع كأن روسيا استنفذت الوقت اللازم من أجل حل المسألة، تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تعيد المقاليد الملف إلى يديها. هذا الأمر لم يكن يرضي روسيا، وتعلمون ما حصل في دير الزور عندما كان هناك محاولة لهجوم بعض المرتزقة الروس وكان الرد الأمريكي حاسم. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الهجوم من أجل الدفاع، هي تمارس على أنها تريد أن تقوض أدوات القوة التي بيد روسيا، وبتصوري فتح ملف الكيماوي من جديد بعد أن أغلقته روسيا أكثر من مرة، وتعلمون أن روسيا استخدمت أيضا فيتو من أجل هذا الملف. إذن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها تشاور على أن روسيا متورطة أيضا في عملية استخدام السلاح الكيماوي، لكون روسيا هي التي ضمنت النظام السوري أثناء عملية تسليم السلاح الكيماوي أول مرة، وبالتالي أنا بتصوري هذه أوراق ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، وليس المقصد هنا أنه إنصاف الشعب السوري أو محاسبة المجرم بشار الأسد. فرنسا وألمانيا هددت، هناك تهديدات فرنسية وألمانية بتوجيه ضربة للنظام عقابا على استخدام الكيماوي، إلى أي مدى ترى أنهما جادتين فعلا؟ يعني كما نعلم جميعا أن الدول الأوروبية بشكل عام وبريطانيا أيضا معها لا يوجد لديها دور حقيقي وفاعل على مستوى الملف السياسي في سوريا منذ فترة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تنشط من جديد حلفائها، هي تريد أن تقول أنها لديها عناصر قوة ولديها أيضا دول تتفاعل معها بالإيجاب. أنا بتصوري فرنسا ومحاولات ماكرون ب يعني وساطة أمريكية ما بين أمريكا وروسيا
اصبحت يعني واضحه، وانا بتصوري الضغط الالماني والبريطاني من جديد من اجل ان يرضخ بوتين. بوتين لا يستطيع ان يقف امام القرار الامريكي، وهو خصوصا في هذه الفتره لا يريد ان يدخل مواجهه وهو على عمليه انتخابيه، ولكن هي عمليه يعني تحسين شروط المفاوضات. بتصوري الولايات المتحده الامريكيه تضرب تحت الحزام الان وتستثمر بعناصر قوى الدول الاوروبيه، وروسيا لن تجد بدا من ان تنصاع الى المطالب الامريكيه في هذه طيب المطالب. لو نفترض انه حدث يعني ووجهت فرنسا والمانيا ضربه للنظام السوري، ما تصوراتك للشكل ربما للمشهد حينها؟ لا تعلمون ان هناك كانت ضربه امريكيه على يد ترامب وبتأييد اوروبي عبر مطار شعيرات، كانت هذه الضربه اعلاميه اكثر منها فاعليه عسكريه. وجدنا في نهايه المطاف ان النظام يحيي هذا المطار بعد بضعه ايام، ولكن يعني عمليه التجاذب الاعلامي التي تحصل الان ما بين روسيا وامريكا هي ما تشعر او تهدد بالخطر. عندما يصرح بوتين، وهذا هو تصريح الضعيف، ان لديه اسلحه فعاله وان لديه قدره نوويه و كل هذه الامور لا اتصور ان الغايه منها استخدامها في سوريا. اذا نحن نشهد تصريحات لحرب عالميه في سوريا، ولكن كلا الطرفين لن يتورط في الدخول بمثل هذه الاستعراضات على مستوى الارض. أنا بتصوري روسيا على وجه التحديد هي الطرف الأضعف، وفي نهاية المطاف كما ذكرت ستجد الأمر متاح أن تسلم للولايات المتحدة الأمريكية. من إسطنبول المحلل السياسي السوري السيد ياسر النجار، شكرا لك.